عقدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي سلسلة من الجلسات الحوارية حول المصالحة الوطنية في العراق بعنوان المصالحة الوطنية آفاق وتحديات. الهدف كان من هذه اللقاءات التي عقدت في والتي بدأت في محافظة كربلاء وامتدت إلى محافظات أخرى من بينها بغداد والبصرة وديالى والأنبار، وستمتد أيضا إلى محافظات أخرى في العراق خلال الفترة القادمة من أجل استطلاع واستكشاف وجهة نظر ممثلي هذه المحافظات حول المصالحة الوطنية أو التسوية الوطنية في العراق. شارك عدد من الممثلي هذه المحافظات من أعضاء مجلس النواب وأيضا أعضاء مجالس المحافظات ورجال الدين وممثلين على المرأة والمجتمع المدني وأيضا العدد من الآخرين من شيوخ العشائر. كان الهدف الاستماع إلى وجهات النظر من أجل دمج وجهات نظرهم في المفاوضات أو الحوارات التي تعقد حول التسوية الوطنية في العراق خلال المرحلة القادمة. النقاشات كانت بناءة ومفيدة لبعثة الأمم المتحدة لكي تقف على وجهات نظر هؤلاء المشاركين والعمل معهم خلال الفترة القادمة ومع الشركاء السياسيين هنا في بغداد. طبعا هذه الحوارات مستمرة ونتمنى أن تكون مثرية وأن يتم الأخذ بنظر الاعتبار لكل الملاحظات التي تفضل بها هؤلاء المشاركين في هذه الندوات.